يعطيكم العافية. كنت بصور لكم فيديو وايد حلو عن المش، وراح اشرح لكم اياه ان شاء الله بالتفصيل الممل، بس يعني مشوار حق جليعة. حياكم معي جليعة. وصلنا جليعة عند برجر كينج وكذا مطعم، ما عاد هل هو فندق شيء. المهم التقطيع عندي ممتاز، الليتنسي ممتاز، الداونلود ما قاعد يعدي 140 130 140، الابلود عندي هم بعد قاعد يعطيني 50 60، يعني بالحالة هذه يعني راح يكون ممتاز على احسن من دي اس ال. فايبر ما عندهم فيعتبر شيء وايد زين. اهم شيء عندي ما دام عندي هالقراءة زينة، وهالقراءة زينة هالقراءة يعني نقدر نتحملها شوي، فمعطينا ثبات ما فيها مشكلة. هذا اللي نوزع بالبيت عندنا هم يعتبر زين. شالي لو عاد واحد يستانس يريح شوي من عالم النت كله، بس انه هالقراءة هذه يعني بعد ممتازة. يعطيك العافية.